الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الخامسة من البرنامج التثقيفي للرؤية الشرعية بالسودان نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن علاج العين التي لا يعلم صاحبها، ولكن قد يعلم المكان الذي أصيب به الإنسان بالعين. في الحلقات السابقة تحدثنا عن العلاج بالدعاء باسم المعيون وبالشيء الذي أصابه الإنسان بالعين. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن علاج مهم كما أسلفنا في الحلقة السابقة، وهو العلاج بالتراب وبالأثر. طيب، كيف؟ العلماء استشفوا من حديث الغسل والوضوء أن أثر الإنسان الذي ينزل في الوضوء والغسل من العين ويسكب على المعيون يفيد المعيون ويكون له علاجا. ومن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. من هذا الحديث وذاك الحديث استشف الناس والعلماء من المتخصصين في الرقية والعلاج، وجمعوا بين هذين الحديثين، وتوصلوا إلى أن الإنسان إذا أصيب بعين في مكان معين وذهبت إلى هذا المكان المعين وأخذت أثرا من مكان يمر به أغلب الناس وسكب هذا الأثر بما فيه من تراب ومما يعلق فيه من الأرض، فإنه يعتبر علاجا إذا سكب على الإنسان المعيون. طيب، بالدارجة كده إن شاء الله. زول مشى أو طفل، إحنا كما تحدثنا المرة الفاتت أكثر حاجة تحصل للأطفال، وأنا عندي معاها عدد من التجارب. مرة من المرات طفل، ذهبت إلى ناس معينين عندهم طفل، رسلوا لي جيران، فجوا من الجيران طوال تعبان ومتغير وعيان وتعب الأكل والشراب وكده، فسألت الزول ده حصل ليش؟ وقالوا كده كده كده، فشلت قطعة ومليتها بموية ومشيت عتبت الباب حق الجيران والمكان المدخل حقهم الرئيسي ومقابض البيبان، مسحناهم بقطعة مبلولة بماء ومع التراب، وأخذتناهم في جردل واغتسل به الطفل فقام سليما بإذن الله سبحانه وتعالى من قير أذى ولا داء. هذا الأثر ورد عن بعض العلماء المعاصرين وأنه مما يستفاد منه في العين، وهو من التجربة، لأن الرقية والعلاج أصلا من باب التطبب وليس فيها من البدع شيئا إلا إذا خالف الشرع وكان فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى أو بما لا يعلم أصله. طيب، هذه الطريقة تنفع لكل من أصيب في مجمع من الناس أو في كلية من الكليات أو في زواج أو ترح أو فرح كما أسلفنا، فإنه يذهب ويأخذ هذا الأثر من عتبات الباب بما فيه من تراب ويضعه على ماء. ولماذا؟ لأن أصلا خاصية التراب لها خاصية الشفاء، وإذا ذكر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد ذكره قبل قليل: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويدخل عليه ويغتسل به المعيون، فإنه يعتبر شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى وعلاجا لهذا الداء العضال بإذن الله سبحانه وتعالى. إن أمد الله في الآجال بإذن الله أتحدث عن العين القديمة التي لا يعلم مكان الذي أصيب به الإنسان بها ولا يعلم من أصابه من الناس في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل بعض القصص التي حدثت في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوكم أحمد الرشيد عشنوق، مركز الشريف الحسني، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.